ايفنت هايل لسببين مهمين جدا. السبب الاولاني ان هو بيطبق على ارض الواقع فعلا فكره ان الكوره والرياضه بشكل عام صناعه، فهو ابتدى يعمل ده على ارض الواقع. ما هوش كلام نظري وما هوش كلام كده كبير بنقوله منمق، لكن هو فعلا ابتدى يجمع الناس اللي شغاله في مجال الكوره كلها ويقربوا من بعض، يخليهم يتكلموا من بعض وكل واحد يستفيد من التاني. وكمان عامل حاجه مهمه جدا ان هو ابتدى يوجد فرص للناس اللي عايزه تدخل مجال الكوره ومش عارفه، عايز تدخل مجال الرياضه ومش عارفه ايا كان بقى المجال او ايا كان التخصص في مجال الكوره، يعني بقى اعلام، استثمار، طب، ايا كان الحاجه اللي ليها علاقه بالكوره. هو بيوفر بقى للناس اللي عايزه تدخل المجال ده فرصه ان هم يشوفوا يقدروا يدخلوا المجال ازاي وايه الفرص او فرص نجاحهم في دخول المجال ايه. طبعا فكره تطوير الرؤيه البصريه دي حاجه جميله جدا، كلنا كمشجعين كوره كمحبين للكوره المصريه حبيناها واستحسناها واسنينا عليها واشدنا بيها، لانك الصوره لما تشوف صوره بكواليتي كويسه بجوده كويسه بزوايا اخراج بزوايا تصوير كويسه وزوايا اخراج كويسه هتفيد الراجل اللي قاعد يتبسط بالماتش، اللي قاعد يتفرج على الماتش اللي هو المتفرج، وبتبسطنا كلنا. وكمان بترفع من قيمه المنتج، لانه لما يكون في تصوير كويس طبيعه الحال ده هيخلي المفروض ان الفار يبقى كويس والتحكيم يبقى كويس، الاستوديوهات التحليليه تشتغل بشكل افضل لان بقى عندها زوايا رؤيه مختلفه ما كانتش موجوده قبل كده. ففكره ارتفاع مستوى التصوير وجودته دي حاجه جميله جدا. ايه اللي ناقص بعد كده؟ اللي ناقص بعد كده ان المنتج نفسه يحصل فيه مساحات تطوير افضل من كل الوجوه، ناحيه الملاعب تبقى افضل، تحكيم يبقى افضل، اللعيبه نفسهم والخطط الفنيه والمدربين وتطويرهم لخططهم الفنيه وللتاكتكس اللي بيلعبوا بيها تبقى افضل. ودي مساحات تطور بتفضل موجوده، يعني ما بتوصلش لسقف فيها، بتفضل طول الوقت بتطور من نفسك فيها وبتحسن من نفسك فيها. ده موجود حتى في الدوري الانجليزي نفسه، عندهم حاجات هم جايبين فيها الفول مارك 10 من 10، بس عندهم حاجات تانية برضو بمازالوا بيحسنوها وبيطوروها طول الوقت. عشان كده احنا كل سنة الناس بتقول ان الدوري الانجليزي هو احسن واقوى وامتع دوري في العالم، عشان الناس كل سنة بيوجدوا حاجات جديدة وبيحسنوا حاجات جديدة تشدك انت كمتفرج اكتر وتفضل متمسك ان انت تشوف الدوري ده على طول. حقيقة يعني اي حلقة بعملها وبحس انه الناس بتكون مبسوطه منها، استحسنتها، قدرت تعبر فيها عن الحاجات اللي بتدور في بالك انت كمشاهد وانت قاعد وعبر عنك فيها، او اسال الاسئله اللي جايه في دماغك وانت قاعد بتتفرج للضيف ده، لو انت قاعد مكاني كنت هتساله نفس الاسئله وانا سالتها نيابه عنك، بحمد ربنا سبحانه وتعالى، لان ده دور من ادوار اللي ربنا سبحانه وتعالى بيجعلنا في المكان ده عشان نعملها، ان انا اعبر عنك انت كمشاهد، اسال الاسئله اللي في دماغك، اقول الكلام اللي انت نفسك تقوله. فاي حلقه قدرت اعمل فيها ده يعني فتك بشكل او باخر باي طريقه ايا كانت، حتى لو حاجه بسيطه، بحمد ربنا سبحانه وتعالى. وبحاول ان انا على طول ما اقدر، يعني على قد ما اقدر وطول الوقت اكون بعمل ده عشان ابقى عند حسن ظن ربنا سبحانه وتعالى وحسن ظنك انت كمشاهد. يعني كريستيانو رونالدو، بص، اي حلقه سواء بقى في الكوره غير الكوره خلتني اقعد اتفرج واستمتع واستفيد ببقى قاعد مبسوط وبقول يا انا كان نفسي اعمل الانترفيو ده، او نفسي انا لما اشتغل مع حد تاني او مع ضيف تاني اوصل للدرجه دي من الامتاع ومن الاستفاده. لان طبعا مصر بسم الله ما شاء الله، يعني انت بتتكلم في كم ناس شاطره ومحترمه وجميله سواء في مجال الكوره او غير الكوره، مجال الاعلام الرياضي يعني، او اي شق تاني من نوعيات الاعلام اللي بتقدم بقى سياسي اجتماعي غيره، ناس كتيره شاطره ومحترمه والواحد يستفيد منها ويتعلم منها يعني.